افتتاح فضاء المسرح الصغير بمدينة مدنين، وهو فضاء ثقافي يحتوي على الفنون والمسرح والرقص والغناء. مولود جديد ينضاف للمشهد الثقافي بولاية مدنين هو نتاج للمشهد الثقافي بهذه الولاية وللفاعلين الثقافيين والناشطين، سواء منهم الأكاديميين أو حتى أصحاب الموهبة على المستوى الذاتي. بالنسبة لهذه المشاريع الثقافية الخاصة اللي بدأت نشوفوا فيها، هي تشجيع من وزارة الإشراف في فتح هذا الباب وفي تشجيع هذه الملفات، سواء كان بالدعم المادي أو اللوجستي أو المعنوي، وأيضا لدخول الفاعلين الثقافيين في المشهد الثقافي. شنو معناها؟ معناها أنه الفاعل الثقافي يصبح له حرية التعبير والتفكير بالفعل، يعني بالممارسة، باعتباره أنه هو اللي اختلق هذا أو وجد هذا الفضاء حتى يعبر فيه من خلاله بدون رقابة، بدون قيود، يكون الإبداع مجال مفتوح. وهذا ما تشجع عليه حتى السياسة الثقافية.